طيب يعني يا عم يوسف انت سعيد بالمشاهدة؟ طبعا سعيد بالمشاهدة، بس انا ببقى اسعد بايه؟ بفكرة الاستجابة. وهنا اقدر اقول لك اكتر برنامج بقى بالرقم يعني يلقى استجابات هو برنامج التاسعة. في استجابة للتاسعة الحقيقة وبعد عرض هذا التقرير على الفور السادة المحترمين قوي بصراحة في وزارة الداخلية، تواصلوا فورا مع الأسرة، مش هقول لك تواصلوا بقى مع البرنامج، تواصلوا فورا مع الأسرة. ليه؟ الناس في الداخلية عايزة إيه؟ عايزة تحل القصة، مش البرنامج، القصة الناس دي. فتواصلوا فورا مع الأسرة وبدأوا بالفعل في عمل، مش تيسير، عمل كافة الإجراءات المتعلقة باستخراج شهادات ميلاد الأطفال، الحضر لإدارة شرطة الأحوال المدنية في المنوفية، جدة البنات الثلاثة من جهة الأم، وكان معاهم خالهم اللي هو ابنها خال الفتيات، أقر إن الفتيات الثلاثة أمل ونورة وسماح هم أبناء نجلتها المتوفية رحمة الله عليها. أدي أولا. اتنين، والدهم رجل أصبح مجهول الهوية للأسف الشديد، ما نعرفلوش حاجة، ما نعرفلوش مكان، مش لاقيين له بطاقة، مش لاقيين له ورق، وتم تقنين إجراءات استخراج ساقط قيد ميلاد للبنات الثلاثة وفقا للمستندات اللي تم تقديمها، وتم العرض بالمناسبة على اللجنة الطبية. شوف بقى هنا الترتيب بيتم ازاي عشان الحاجة تتم مظبوط وصح. تم العرض على اللجنة الطبية في مديرية الصحة للصحة في المنوفية علشان يتم التقدير بتاع سن البنات، ما هم مالهمش ورق قبل كده، مالهمش شهادة ميلاد، وتم عرض كل الأوراق على اللجنة القضائية المختصة، وتم اختيار اسم للأب اللي مش عارفين له مكان ولا عارفين له ورقة ولا عارفين عنه حاجة، مع إثبات سقوط قيد الميلاد للبنات التلاتة. تحبوا أكمل لكم الحدوتة ولا نسمع البنات قالوا إيه؟ تعالوا نسمع البنات أحلى. الحمد لله ربنا كرمنا بالتلات بنات طلع لهم شهادات ميلاد بعد ما كانش لهم أي صفة في الدولة خالص. الحمد لله، حق من حقوق الإنسان في ظل عهد رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية. وإنني أشكر السيد رئيس الجمهورية على حسن عنايته ورعايته لهذه الثلاث بنات، وهو أب لكل المصريين. وأخص بالشكر السيد اللواء معالي وزير الداخلية على عنايته ورعايته للثلاث أطفال دول. وخصوصا بشكر القيادات في أحوال المدنية في شبين الكوم في العباسية، شبين الكوم وسجين المدني المتلف. وأخص بالشكر القناة الأولى والأستاذ يوسف الحسين وكل المعدين وكل اللي فيهم، كل من مصور من إلى آخر، كلهم أشكرهم كل الشكر وجزاهم الله كل خير. ليه؟ عشان العيال دي القانون بقى لهم وضع في البلد ولهم حق من حقوق المواطنة في البلد. بقوا حلوين وفرحانين، وبقوا الدنيا كلها مش مسيعة، والبركة بسعيد وبهاء، واللي وقفوا فرحنا والبركة فوكنتوا برضو، وقفتوا ريحنا وسعدتون وبقينا فرحانين وتنينا لحد الساعة 10 بالليل فرحانين. ما كانوش عاوزين ينام طول الليل، يقولوا احنا فرحانين يا ستي اللي بقينا، اللي بقينا لنا حاجة على الدنيا، بقينا بني آدمين على الدنيا. والحمد لله، ونشكر سيادة الرئيس اللي ساعدنا ووقف معانا، الحمد لله. واللي هناك كلته ساعدونا، والأستاذ محمد ساعدنا وكله ساعد. حسيت بفرحة، حسيت زي زمايلي زي كل الناس اللي أنا عرفته، وإن شاء الله الفضل بكل بسيط سعيد عم بهاء، الفضل بهني بيه، ممكن أخش مدرسة، ممكن أتعلم وأطلع دكتور. الحمد لله بقيت مبسوطة وبقيت زمايلي وكل حاجة حلوة في حياتي. لا أنا نعمل أي حاجة بيه، يعني أي حاجة مستقبل بيه، وإن شاء الله السنة الجاية هنطلع بطاقة وهنطلع نتمشى بيه وهنجيب كل حاجة بيه. مبسوطة، مبسوطة جدا، يعني من زمان كان نفسي يطلع لي بطاقة وشهادة وأكون زي بيت البنات. كل البنات معاهم بطايق وشهادات وبيتجوزوا ويتخطبوا ويتجوزوا وبيشتغلوا وبيتعلموا، الا انا كانش عندي اي حاجه زيهم. اما دلوقتي طلع لي شهاده وبطاقه وكنت مبسوطه قوي الصراحه. ده كان حلم امي، حلم امي من صغري، ويعني كان نفسها يعني انها تتجوز وبناتها يطلعوا لها شهاده، ودلوقتي حققت حلمها، فبجد مبسوطه يعني، حاسه بشعور جميل.
يا بطاطا هاي. بدأنا بعد برنامج التسعة تواصل معنا وزارة الداخلية هاني بيه مصطفى ومدحت بيه، وبدأوا في الحل في خلال 24 ساعة 48 ساعة كان كلها محلولة، كل الأبواب اللي كانت مغلقة اتفتحت سبحان الله، لأن الدنيا دي ماشية بالنوايا والحمد لله. وبنشكر الأستاذ يوسف الحسيني ورئيس الجمهورية طبعا، وزير الداخلية، أحوال المدنية في شبين، أحوال المدنية في تلة، كل الناس، أستاذ محمد بدوي، كل المعدين، كل المخرجين، وكل الناس اللي قدمتنا وسمعت بينا وقدمتنا للناس عشان تحل مشكلتنا. لما في ناس تواصلت وقالوا انه في مشكله في القريه الفلانيه، فطبعا عشان دولت اهلنا فاحنا لازم نسعى بقدر الامكان ان احنا نحل اي مشكله بتواجههم. طب ايه الحكايه وكده؟ عرفنا ان في مشكله حصلت تقريبا من 17 او 18 سنه، وبالتالي عاوز حل علشان نقدر ان احنا نخلق للناس ديت حياه ونقدر نسبتهم في الدوله. حاولت بقدر الامكان اتواصل مع الساده معدي برنامج التسعة، وكان في استجابه سريعه للامانه من استاذ احمد الكردي وتواصل معايا وحددنا ميعاد. في خلال يومين تم التسجيل والعرض، وبعد العرض الحمد لله يعني كان في استجابه سريعه جدا من وزاره الداخليه، والمشكله اتحلت دلوقتي. يعني نقدر نقول ان البنات دولت الحمد لله موجودين هم على ارض مصر وموجودين في الدوله، وزي ما بنقول ان هم اتولدوا من جديد.